المنظر اللي قدامي ده ادي الطنج، وده الهايود بون اللي في الرقبة، ده البودي بتاع الهايود بون، وده الجريتر وينج، وهنا في مصل اسمها هايوجلوسس، وبعدين دي مصل اسمها جينيوجلوسس. جاية منين؟ من المندبل اهو، في هنا سوبيروجينيال تيوبركل وانفيروجينيال ايه تيوبركل. السوبيروجينيال تيوبركل بيدي مصر اسمها جينيوجلوسس بتمسك في الطنج، واللي تحت دي بتمسك في الهايود بون طالعة من الانفيروجينيال تيوبركل اسمها جينيو هايود. يبقى دي جينيو هايود ودي جينيو ايه جلوس. طيب دي المنظر ده انا شفته ازاي لما شلت مصل اسمها مايلو هايود. يعني هنا كان في مصل اسمها مايلو هايود انا شلتها، فرحت بعد ما شلت المايلو هايود شفت بقى الديب بارت بتاع الساب مانديبولار جلاند، الساب مانديبولار دكت، الساب لينجوال جلاند، وبعدين شفت لينجوال نيرف بالكامل، وشفت الهايبوجلوسا النيرف بين بالكامل. انا عايز من القصة دي اقول في حاجة، ان المفروض دي الساب مانديبولار جلاند، دي البروت طبعا، دي الساب مانديبولار، في مصل انا قطعها اسمها مايلو هايود، اسمى الساب مانديبولار جلاند جزء صغير ورا اسمه ديب بارت، ده اللي بتطلع منه الضغط، وده الجزء الثاني الكبير الساب مانديبولار جلاند اللي انا شرحت الريليشن بتاعته. فدي اسمها ديب بارت اوف ذا ساب مانديبولار جلاند، وده اللارج بارت بتاع الساب مانديبولار جلاند، ودي البايلو هايود اللي احنا قطعينها عشان نشوف المنظر ده، وده جلاند تانية تحت الطنج مباشرة اسمها سابلينجوال جلاند هناخدها بعد كده. يبقى انا دلوقتي عشان اتكلم على الديب بارت بتاع الساب مانديبولار جلاند اللي بيطلع منه الضغط دي اللي اسمها ساب مانديبولار دكت، اقول ان انا ده الديب بارت بتاع الساب مانديبولار جلاند والساب مانديبولار دكت بيقعوا بين حاجتين، هايوجلوسس ماسل والمايلو هيويد ايه ماسل. من الديب بارت بتاع الساب مانديبولار جلاند يطلع الساب مانديبولار دكت، الساب مانديبولار دكت تمشي على الهايوجلوسس، وبعدين تخلص الهايوجلوسس تمشي على ماسل تانية اسمها جينيو جلوسس. مصر دي اسمها ايه؟ جينيو جلوس، يعني دي هاي جلوس ودي جينيو جلوس اللي انا قلت لك طلع من الجينيال توبركل اللي في المندو. الضغط دي تمشي بين الجينيو جلوسس وبين السابلينجوال جلاند. هنا ايه السابلينجوال جلاند؟ فالضغط دي مشيت بين الجينيو جلوسس والسابلينجوال جلاند وفضلت ماشيه ماشيه ماشيه، فتحت هنا في الفلور اوف ذا ماوس، فتحت هنا في الفلور اوف ذا ماوس، ده الفلور اوف ذا ماوس وده التانك، فتحت هنا الجلاند دي الضغط دي اسمها السب مانديبولار ايه ضغط، تفتح في الفلور اوف ذا ماوس. نمرة اتنين، النيرف ده اسمه لينجوا نير، بيعمل تريبل ريليشن شيب مع السب مانديبولار ايه ضغط. تريبل ريليشن شيب يعني الاول يبقى اباف اهو فوق الساب مانديبولار دكت، بعدين على اللاترال سايد بتاع الساب مانديبولار دكت هنا على اللاترال سايد، وبعدين يعمل هوك ويخش على الميديا سايد بتاع الساب مانديبولار دكت عشان يروح يدي نيرف سبلاي للطنج. يعني ده اللينجوا نيرف، لازم تكون عارف اللي احنا قلناه قبل كده ان اللينجوا نيرف ده مش لينجوا نيرف لوحده، ده ماشي معاه نيرف تاني اسمه كوردا تمبراي، ولازم تكون عارف ان اللينجوا نيرف ده طالع من المانديبولار برانش اوف ذا تراجمن اللي هو نمره خمسة، لكن الكوردا تمبراي اللي ماشي معاه طالع من نمره سبعة اللي هو فيشال اي نيرف. يبقى انا لما اجي اقول ذا دي بارت اوف ذا سب مانديبولار جلاند فروم ويتش ارايز ذا ضغط، الجزء ده اللي بتطلع منه الضغط
lies between، كان في هنا مص اسمها مايلوهايد، والمص اللي ورا دي اسمها هايوجلوسس. then the duct lies between sublingual gland، ادي واحد، والمص التانية تحت اسمها جينيوجلوسس. بعد كده the duct، ادي الدكت دي اللي بنقول على submandibular duct، تفتح فين؟ قالك تفتح the duct open in the floor of the mouth on the top of the sublingual papillae، تحت حتة هنا اسمها sublingual papillae اللي هي on the two sides of the frenulum of the tongue. الحتة دي هقولها بس خد بالك، ادي الفتحة بتاع submandibular duct اهي، ادي الفتحة بتاع submandibular duct، الاقيها فتحة فين؟ submandibular duct في هنا. لو تفتح التنج تبص على التنج، تبص تلاقي لما الواحد يرفع لسانه هنا زي ما انت شايف في المنظر ده، ادي اللسان مرفوع، الجزء اللي في الوسط ده اسمه frenulum of the tongue، ده اسمه frenulum. submandibular duct بتيجي، انا عندي submandibular gland الناحية دي والناحية التانية، فبتفتح هنا، دي بتفتح على حتة اسمها sublingual papillae، ودي التانية على sublingual papillae في الـ opposite side الناحية التانية، يعني هنا دي الـ opening بتاع submandibular duct، ودي الـ opening بتاع submandibular duct على الطب بتاع sublingual papillae. نمرة اتنين، لازم اتكلم اقول ان lingual nerve بيعمل تريبل ريليشن مع السبمانديبولار دكت، اللينجوال نيرف بيبقى فوق اباف السبمانديبولار دكت، بعدين على اللاترال سايد، وبعدين يعمل هوك خش على الميديال سايد بتاع السبمانديبولار دكت. يبقى ده الكلام اللي نقوله على السبمانديبولار دكت. واكد تاني، احنا بنشوف المنظر ده ما نشوف الهايوجلوسس. انا قلت لك ان اما اشيل المايلوهايويد، انا قلت ان السبمانديبر جلاند الكبيره بتمشي على مايلوهايويد وهايوجلوسس وبالسوربيل بتاع دجاس، انا شلت هنا المايلوهايويد وبان هنا دي بارت بتاع السبمانديبر جلاند، وادي السبمانديبر ده اللي بتفتح في الفلور اوف ذا ماوس في حته اسمها سبلينجوال بابيلي، هي الحته دي تفتح فيها السبمانديبر جلاند. ولازم تكون عارف ان اللينجوال نيرف ليه تريبل ريليشن مع السبمانديبولار دكت، الاول اباف وبعدين على اللاتر سايد، وبعدين بعد كده على الميديال سايد.